عشاق الرياضة أينما كنتم أهلا بكم في ميكرو سبور. بعد استقالة رونار من منصبه اليوم نزلنا الشارع المغربي باش نصورو بعض المواطنين. شكون هو الاسم اللي بغاو يقترحوا على جامعة القجع باش أنهما يتعاقدوا معه لتدريب المنتخب الوطني المغربي؟ بقاو معنا باش نشوفوا الإجابة ديال الناس. أول حاجة كنفضل أن المدرب يكون مغربي حتى رزقنا يبقى في المغرب، حتى لا دار شي حاجة يديرها في المغرب. أنا واش غيجيبو لنا واحد أجنبي غيدي واحد لاصوم ديال 80 ولا 90 ولا 100 مليون وغيضرب واحد العام ولا عامين غيجمع واحد الحصيصة غليظة وفي الأخر ما غيدير لينا والو؟ لا مود بلادنا كوم كوا لا دا شي حاجة راه كتبقى في بلادنا. كاينين عندنا مدربين كفو، كاين مدرب ديال الزاكي بدو مالو مزيان، كاين مدرب ديال الرجاء، كاين مدرب ديال الدفاع الحسني الجديدي. عطى الله المدربين كاينين، عطى الله عطى الله، غير حنا خاصنا مدرب محلي اللي نديرو، غير ما يبقاش هذيك المساله ديال باك صاحبي. مصطفى حجي حيت سبق ليه الشاغل في المنتخب وعنده خبره. كاين لوبيات هما اللي كيدخلوا في هذه المساله ديال نجيبوا مدرب من برا. المدربين راه عطاهم الله في المغرب، عطاهم الله. علاش الانديه ما تتربحش؟ ما تديوش لي كوب، ما تيديوش البطولات، ما تيديوش، راه كاينين. راه مادام هذاك المدرب شاد هذيك الفرقه الا راه جا يدير بها، مادام ان سميتو مدرب الا راه جا يدير بمدرب. بالنسبه لي انا كون مدرب مغربي سوا الزاكي سوا عموته، بالنسبه لي هما اللي وصلوا مزيان، مدربين اكفاء بحال الزاكي تبارك الله وصلنا حتى الفينال، ما عمرش مدرب اجنبي وصلنا ليه. لا لا اللاعبين مزيانين، المهم يكون عندنا مدرب محلي وصافي. العامري كيلعب تيكي تاكا واللعب ديالو كيلعب لعب جماعي، انا كيعجبني العمري، يقدر يدير شي حاجه. العمري العمري زوين. انا اختي بالنسبه ليا بدو زكي 100%، اللي هو اللي غادي يوصل للمنتخب هو ولد بلادنا، واخا يخسروا ولد بلادك ما غاديش يبقى فيك الحال، ولكن واحد يجمل على برا يضحك فينا لا ما جاتش. ولد بلادك ماشي مشكل، غير ما يجي شي واحد يدي الملاير من لهنا لبرا ونسقوا خاسرين. خشي من غير رونار، يعني كنقترح انا يعني كمواطن مغربي كنقترح بدو الزكي، حيت علاش؟ انا بدو الزكي في روح الوطنيه، يعني يقدر يزرع ديك الحماسيه في اللاعبين على اساس انه كبر مع المنتخب وديجا كان مع يعني كان في الجامعه وعارف الخبايا وعارف يعني عارف يعني داك الشيء اللي كيوقع في الجامعه. يعني انا كاقتراح مني يعني بدو الزكي هو اللي غيقدر يعوض رونار، حيت راه فيه يعني روح الوطنيه، هو كبر في المنتخب من كبر وصغر، يعني راه ديجا لاعب وعارف كل شيء. يقدر اما من ناحيه الاقتراح الثاني نقدر نقول الاخر جمال السلامي يقدر حتى هو يكون مدرب ثاني للمنتخب. انا في الحقيقه كنفضل ذاك المدرب ديال تونس الان جيريز، زعما هذاك مدرب مقتدر، الشيء كاع مشى تقريبا حتى الدومي فينال ديالنا حنا. اي مدرب جبتي سواء اجنبي ولا ولد البلاد ما كيدير والو. انت شوف المدرب الاولاني ديال الطوسي، عمر شي فريق ديال عمر ما وصلوا للتومون، مازال هذا ديال رونالد مازال وصل للتومون. ولكن ماشي زعما انا ما كنفكرش ماشي في المدرب، في اللاعبين كيجيبوا واحد خايف على رجليه، فهمتي؟ كيفكرش هو ما عندوش ذاك الحب ديال الفريق، الدم ديال بحال الجزائر، شي جزائر كيتقاتلوا على 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 شي كيدايرين، تفرجتي في الماتش ديالهم كيتباكاو وكل شيء غالبا كل شيء كيلعب في اوروبا. هادو ديالنا لا، ديالنا ما كيعرفوا حتى الناشد الوطني ما كيعرفوش ليه، ما عارفينوش، فهمتي؟ واخا جابوا شي واحد اجنبي ما كنظنش، خصهم بعد يبدلوا الفريق هو الاول، يشوفوا الدراري ديال هادو ديال البطوله تما راه مزيانين. اذا مشاهدنا كيف ما شفتوا معنا في الاجوبه ديال المواطنين كامله كانت مقتربه، بحيث قالوا لانهم كيفضلوا يشوفوا المدرب بدو الزكي هو الناخب الوطني الجديد للمنتخب الوطني، بكونهم قالوا ايضا على انه الزكي وصل بالمنتخب المغربي سابقا الى نهائي كاس امم افريقيا سنه 2004 امام منتخب تونس. الى هنا مشاهدنا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده بحول الله، الى اللقاء.